السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. ദൂരെയുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് യാസീൻ ഹൈദറൂസി കേതുമ്പാടി മുദരിസ് തങ്ങളവരുടെ ദുആയോടുകൂടി ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പരിപാടി പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ വിജയത്തിലാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇലാ ഹദ്റത്ത് സയ്യിദന വ ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇലാ ഹദ്റത്ത് അഹ്ലിൽ ഖൈർ കുല്ലിഹിം അജ്മാഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسد سيدنا محمد في الاجساد وعلى قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم بعد القبول منا الى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي القلب محبته وفي الآخرة شفاعته وأوردنا حوضه المورود واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته أمتنا على سنته وجماعته يا رب العالمين. واحشرنا غدا تحت ظل لواء حبيبك ونبيك وصفيك محمد. اللهم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرات أصحابه البدريين واللهديين والخندقين والخيبرين والهنينين والتبوقين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والزهاد والشهداء والصديقين والصالحين والعلماء من أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بحقوق هؤلاء شرفاء الكرماء المذكورين بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا وفي متعالاة الكتب وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي أنفسنا وفي أجسامنا وفيما أعطيتنا لا سيما في مجلسنا وفي اجتماعنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشيا وبدنا صابرا وإيمانا كاملا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا خاصة ولجميع المسلمين مع القرآن. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من محب حبيبك المصطفى صلى الله. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقلة ومناما مرارا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.